سم أفعى فلسطين أصفر زي السمن البلدي ذو طعم لذيذ. يلا خيتي. أخوي تعرض للدغة أفعى أثناء وجوده بالمزرعة يا أخوان. هاي المزرعة هسا بنسحب السيارة. طبعا أخوي تعرض للدغة أفعى فلسطين وهو ماشي داخل قلبة السيارة معه هون شايفين. بسم الله الرحمن الرحيم. وقت العمل فيسر الله عملكم ورسوله المؤمن. صدق الله العظيم. أتقدم يا أخوان أنا أخوكم خبير الأفاعي ياسين الأسبوع بعظيم الشكر والامتنان عبر وكالة عمون قناة عمون الإخبارية صوت الأغلبية الصامتة بإدارتها وكوادرها المميزون الموقع الإخباري الوطني كوادر الصحة كافة وعلى رأسهم مدير إدارة المستشفيات الدكتور عماد أبو يقين ورئيس قسم التخدير في وزارة الصحة الدكتورة بديعة شمعون وإلى إدارة مستشفيات البشير ممثلة بمديرها الدكتور علي العبدالله ومساعده والدكتور عمر العدوان وطاقم التخدير في العناية الحديثة بالمستشفى ممثل بكل من الدكتورة ريما شاهر المهيرات والدكتورة والدكتور حمزة خشان والدكتور أحمد الحاج ومسؤول التمريض نضال البرهم على الجهود الذي بذلت في متابعة الحالة الصحية لشقيقي وصفي داعيا الله عز وجل أن يجعلهم جميعا ذخرا لأبناء الوطن تحت ظل القيادة الهاشمية كما أتقدم بعظيم الشكر والامتنان لأخي من غير أمي خبير الأفاعي الفلسطيني جمال العمواسي بركات. الآن من معبر الملك حسين منطقة سوريا الجنوبية هاي المضاد تأمن يا أخوان أربع عنبولات من جمال العمواسي هاي ثلاث وهي واحدة طبعا هاي المضاد يا اخوان الوحدة بألفين دينار ألفين دولار يعني ثمن آلاف دولار المضاد هاي ثلاث وهاي ثنتين ومحفوظ بالشكل المضبوط أشكر جمال العمواسي وأطمن الجميع على صحة شقيقي شكرا أخ جمال لتوفير المضاد مجاني لوجه الله تعالى كذلك الأمر يا اخوان أنا ألتمس العذر من اللي ما ذكرت اسمه بمستشفى الفخر مستشفى البشير ألتمس العذر اللي نسيت اسمه من كافة الممرضين والممرضات حتى يا أخوان الحرس اللي موجود بالمستشفى عمال النظافة برضو أختنا أم محمد أفنان البياري أعتذر عن إذا نسيت حدا بعتذر لكن أفتخر أنا بقناة عمول الإخبارية ومستشفى البشير الفخر بدنا نطلق على اسم البشير الفخر احنا كنا نسمع عنه شغلات ثانية ما وصلتوا الا باللحظة هاي حالة اخوي اخوي كان وضعه حرج لدرجة لكن يا اخوان متابعة الكوادر الطبية بمستشفى البشير الفخر ترفع لهم القبعات احتراما وتقديرا ما في مشكلة خلي يكون كبير قناة عمون تتحمل كل الحب والاحترام للجميع الآن أنا باسم أهلي وعزوتي بالوادي الأخضر أنا جزء من عشيرة الصقور لكن أنا انتمائي لأبناء العشائر الأردنية كافة وخص أهلي بالوادي الأخضر الجميع بيسلم يا أخوان على الأخ جمال العمواسي لقناة عمون الإخبارية كل الحب والاحترام للجميع